الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، ولا الناس اللي صوتي يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الخامس. نحب نشكر برشا تفاعلاتكم على ضيوف هذا الاسبوع، يعني وكلامكم ونقدكم اللي قاعد يوصلنا، وناخذوه ان شاء الله بعين الاعتبار. ضيف جديد وحلقه جديده، ضيفين تعرفوا عليه توت سويت مع آية بالغايه. ضيفنا اليوم هو واحد من الشباب اللي اختارت انها تفرض اسمها في التحليل السياسي في السنوات الأخيرة. شفتوه وعرفتوه ككرونيكور في قناة التاسعة من خلال تحاليله وأسئلته الجادئة. الحقيقة عكس ذلك تماما. اليوم انتقلنا ولينا في بلاد محكومة بعصابة، وممارسات ما تنجم تكون كان متاع عصابة. وين الدولة؟ الدولة غائبة تماما. تونس ذات نظامين، نظام واضح ونظام خفي. كمال الطيف هو من يقود هذا النظام الخفي، وانا من هذا المنبر، من هذا المنبر، مسار 25 جويلية راه ماهوش بتاع اشخاص، بتاع الشعب التونسي اللي دفع من اجله برشا تضحيات. انا نحب نقول لكمال الطيف رد بالك، راه الشعب فايق ولن يسمح باجهاض مسار 25 جويلية. رئيس الجمهورية انا حسب رايي كان ولا زال وسيظل يتحرك في إطار دستور وفي إطار شرعية دستورية، ويلزم ما نقفزوش على الواقع وعلى الحقائق. رأوا رئيس الجمهورية استمع جيدا إلى صرخة الشباب والشعب التونسي في 25 جويلية. حقيقة علاقته بالقصر الرئاسي، علاقته بالاتحاد العام التونسي للشغل، كواليس خلافاته مع بعض السياسيين، تجربته كمحلل سياسي وغيره من المواضيع مع رياض جراد، ضيفنا وضيفكم في الدوامة. شكرا آية بالغايب، ضيفنا وضيفكم في الدوامة اليوم الكرونيكور والمحلل السياسي رياض جراد. رياض مرحبا. مرحبا بك سي محمد، شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعي ومشاهدي راديو إيفان. شكرا، سعيد جدا أنك موجود معنا مرة أخرى. كن ضيفي في الموسم الثاني من الدوامة، ثلاثة مواسم أخرى يكون موجود بحذانا. الظرفية تطلب أنه يكون رياض جراد، وبرجة ناس بعثونا من بين الاقتراحات رياض يكون ضيف الدوامة. البداية بالالتزام هذا، نعطيك تقرأ ثم نبدأ الحوار. تفضل. إني الممضي أسفله رياض جراد أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة، وأتحمل المسؤولية فيما أقول. الضيف الإمضاء، تقبل صح رياض؟ بطبيعة الحق. تفضل. شكرا، بعد ما صححت أقول لك مرحبا بيك في الدوامة. زون فيرت. رياض جراد المثير للجدل، رياض جراد اللي كي يتكلم يتكلم بالمعطيات بالأدلة بالأوراق. كلامك تقريبا يكون مبني على حقائق، على معطيات عندك ما نعرفوش مصادرها، ولك طبعا الحق في الحفاظ على مصادر معلوماتك. لكن السؤال اللي يتقال برشا، ولا الكلمة اللي تتقال برشا كي تذكر اسم رياض جراد، رياض جراد هو بوق رئيس الجمهورية، ما عادش رئيس الجمهورية، واللي تصوت رئيس الجمهورية في الإعلام التونسي، هذا اللي يتقال عليك رياض. لأي الحقيقة مصطلحات سخيفة، مصطلحات ممجوجة لا تعبر إلا على مستوى أصحابها، ولكن مشيت معهم. أن أكون بوق رئيس الجمهورية قيس سعيد خير من نكون بوق لتحالف إرهاب وفساد جاثم على تونس. شرف لا أدعيه وتهمة لا أنكرها. رياض جراد بوق قيس سعيد أو بوق الانقلاب كما يحلو لهم أنهم يوصفوا قرارات 25 جويلية، فلهم في ذلك مثالش. تقول لهم موافق؟ مشيت معكم. نقبل هذه التسمية. أن أكون بوق رئيس الجمهورية قيس سعيد خير من نكون بوق لتحالف إرهاب وفساد جاثم على تونس. واضح. السيد سمير ديرو قال عليك في يوم الأيام رأس حربة الدفاع لقيس سعيد، وهذا ما يخجلنيش. أولا أنا ندافع على تونس، المسألة ماهيش متعلقة بأشخاص، وأنه زيدا ندافع على رئيس الجمهورية قيس سعيد وعلى الخيارات متاعه قبل 25 جويلية أو بعد 25 جويلية، فذلك لا يحرجني البتة، على اعتبار أنه
مانيش ندافع على لص، مانيش ندافع على سارق، مانيش ندافع على إرهابي، مانيش ندافع على مجرم، أنا أدافع عن رجل فما إجماع على وطنيته، على نظافته، على نزاهته، على صدق وإخلاص البلاد هذه. أني ندافع على رئيس الجمهور، على رئيس الجمهورية كما قيس سعيد يحب البلاد هذه ويحب الشعب هذا، فذلك لا يحرجني في شيء. الولاء للوطن ولا لرئيس الجمهورية؟ بطبيعة الحال أنا ورئيس الجمهورية وكل أفراد الشعب التونسي ولا أنا كل الوطن، لا لا نحكي على الشعب التونسي بطبيعة الحال. فما في كأي شعب في العالم فما بطبيعة الحال الغث والسمين، ولكن احنا الكلنا ولئنا لتونس ولئنا الوطن بطبيعة الحال، بما في ذلك رئيس الجمهورية والوطن به. يعني ما يزعجكش وما يحشمكش وما يحرجكش ايضا كيقولوا عليك انك صوت رئيس الجمهورية. سؤال ينجر من الإجابة الأولى متاعك، عندك علاقة برئيس الجمهورية؟ تتصل بيه؟ تتصل بيك؟ لا ما عندي حتى أدنى علاقة أنا برئيس الجمهورية، حتى علاقة، حتى أدنى علاقة، على عكس الشيخ محمد الهنتاتي اللي قال باتصال مع رئيس الجمهورية. يعني أنا نحكي على روح، أنا ما عندي حتى أدنى علاقة برئيس الجمهورية ولا بغيره. أنا شاب تونسي أعبر عن قناعات معينة لا أكثر ولا أقل. شاب تونسي مش ككل الشباب التونسي يا ذا جراد، مش كل الشباب يمتلك معلوماتك، مش كل الشباب مخول انه يطلع في التلفزة في برنامج في المباشر رونديفو نوف مع ملك بكاري ويحكي ويكشف بالاسماء. هيكل الشنوفي شقيق ياسين الشنوفي المترشح للانتخابات الرئاسية 2014، اول من تحدث على ايقافه، اول من نحكي على علاقته بمعاذ الغنوشي ابن رشد الغنوشي وايضا رفيق عبد السلام. يعني انت حكيت الاخبار من هوني باش نرجعوا لهم بعد شويه. بيان من غدوه حركه النهضه تكذب، رفيق عبد السلام يهبط عليك تدوينه طويله وعريضه يقول صبي قناه التاسعه وغيره من الكلمات والتهم، جاوبنا عليها بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين. الدوامه مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم ضيفنا لليوم شاب تونسي يقول هكا انا شاب تونسي، هو الكرونيكور والمحلل السياسي رياض جراد. السؤال اللي وقفنا فيه قبل الفاصل، اول من كان اعلن بالاسماء على الاقل، وثم قبلها كان فما تدوين على صفحتك، كان تدوين فيها العناوين الاولى من ولا الحروف الاولى من الاسماء، لكن في رونديفو نوف عطيت الاسماء، هيكل الشنوفي، ياسين الشنوفي، معاذ الغنوشي، ابن رشد الغنوشي وغيره. منين ليك المعلومات هذه؟ انت تعرف عاد سي محمد الاعلامي لا يسال عن مصادره، واجب التحفظ بطبيعه الحال، حاولت امبارحتك تحكي نحمي حال. من حقي نحمي مصادري بطبيعه الحال، ومانيش مطالب باش نعطي مصادري الا كيف تكون المعلومه غلط، ولكن هي المعلومات اكتشفت الناس كل بعد اللي هي صحيح، لكن اكدها القضاء. وحركه النهضه من غدوه تكذب في بيان، حركه النهضه جبلت على الكذب، حركه النهضه لا تنطق إلا كذبا لأنها تتنفس كذبا. حركة النهضة جبلت على كذب، بحياتها كاملة تكذب، وقتاش صدقت معناتها هي ديما تكذب، وبالتالي من شب على شيء شب عليه. شاكين بيك ذا الرياض حركة النهضة؟ فما قضية في شخصك؟ برشا شكاوا بيا، برشا برشا قضية برشا في شخصك. نتذكر هابتو بيان في 14 جام في 2022 يحكي وزاد على شكايات جزائية فما يمين الزغلامي، فما زيد رفيق بوشليكا، برشا برشا. تعتبر انه فما نوع من التحريض ضد رياض جراد في بعض البيانات، ولا كي تذكر بالاسم ولا مواقفك كاينه فما نوع من التحريض ضدك؟ اي بطبيعه الحال، هو البيان اللي كذبوا فيه معناتها مباشره بعد ما كشفت انا الاسماء المكون للوفاق الاجرامي هذا، وكما حكيت لك معناتها في العديد من المناسبات اصدروا بيانات أفردوني بها، معناتها يحكيوا كان على رياض جراد بالإضافة للتدوينات اللي هبطوها زيادة القيادات متاع حركة النهضة على غرار رفيق بوشليكا، رفيق عبد السلام الفار من العدالة في تركيا، ليه هو أقب صحيح بوشليكا؟ ما يسبر هو رفيق أقب بوشليكا اللي مش نسب فيه، لا على صفحته رفيق عبد السلام ما عادش فما بوشليكا. يعني قلت لك لا يتنفسون إلا كذبا ولا ينطقون إلا كذبا، هؤلاء جبلوا على الكذب، حتى في اسمه يكذب، معناتها باش تفهم رفيق يكذب حتى في اسمه. قول عليه شبيه قناة التاسعة، يقول اللي يحب، يقول اللي يحب. فما كلمة مثل الشعبي سي محمد، شكون داري عليك يا بوزويش، علينا عود بيت،
مثل أيوة. شعبي هذا قديم فهمتني ايوه به نستدعيه الى ذاكرتي الان مثل شعبي من اعماق الاعماق هذه من اعماق الاعماق من كسرة سلينا نحييهم بالمناسبة هذا يوصلني نحكيه على الملف اخر نحكيه مثلا على الصفحات اليوم اللي موجودة اليوم ما يعرف بقضية انستالينجو والكلام اللي تقال عليها برشا مرات صفحات هذه رياض جراد مثلا رجل غنوجي في تصريح لقناة الجزيرة يقول التحقيقات الأمنية في قضايا لها علاقة بتبييض الأموال والإرهاب والتسفير لبؤر التوتر محاولة من نظام قيس سعيد من أجل تحويل ملف حركة النهضة من ملف سياسي إلى ملف أمني وإرهابي حتى يسهل إزاحتها من الساحة السياسية وشطبها لأسباب قضائية وأمنية. شوف بداية تانية أنا حكيت على الوفاق الإجرامي اللي كشفت عليه وزارة الداخلية وهو الآن محل أبحاث أيضا قضائية اللي هو وفاق إجرامي الهدف منه بطبيعة الحال ضرب وزعزعة استقرار وأمن البلاد المقصود به دفع الناس للتقاتل من خلال بعض التحركات الليلية مدفوعة الأجر. هذا الوفاق الإجرامي ينشط ما بين تونس وتركيا متورط فيه كما أسلفت وذكرت سيادتك سي محمد هيكل الشنوفي شقيق المترشح للرئاسيات السابق ياسين الشنوفي المودع هو الآخر بسجن المرناقية لأنه كان من المشمولين بحملة مكافحة الفساد سنة 2017 ومعاذ الغنوشي وهو نجل راشد الغنوشي. بطبيعة الحال هذا الوفاق الإجرامي وهذه الممارسات أيضا تتقاطع وتتطابق مع الهجمة الاتصالية الفيسبوكية المنظمة على تونس واللي الهدف منها أيضا ضرب الأمن العام وزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال الكم الهائل من الإشاعات والأكاذيب والمغالطات. عشرات إن لم نقل مئات الصفحات الكلها تقريبا تدار من تركيا عقلها المدبر ورئيس تحريرها الفعلي هو رفيق بوشليكا من تركيا يكذب هو بوشليكا كما قلت لك هذوما يكذبوا حتى في أسماء صفحته اوكي رفيق عبد السلام الدكتور رفيق عبد السلام الدكتور زيد الدكتور هو العقل المدبر لهذه الصفحات وانا كنت حتى سميت البعض منها باش التوانسه معناتها كي يشوفوا حاجه يهبطوها الصفحات هذه يردوا بالهم معناتها ينتبهوا كيما تونيفليكس كيما كارتاج اف ام كيما تونسنا اف ام كيما بوليتيكات كيما قهواجي البرلمان والعديد العديد عشرات ان لم نقل مئات الصفحات. هل الدوله تعجز رياض جراد اليوم انها تتصدى للصفحات هذه بلغتنا نحن ما تنجمش الدولة تسكرهم الباجيات هذم ولا يشوف أنا بحسب المعطيات المتوفرة عندي على الأقل في السنوات السابقة كانت فما شركات هكا تشبه الأنستالينج وصفحات معناتها تقوم بنفس ما تقوم به هذه الصفحات اليوم وتمكنت الدولة التونسية من حجبها ومن إغلاقها إن لم نقل تعقب حتى من يقف وراءها ولكن بالفعل اليوم سؤال محير سي محمد وخاصة كيف نشوف البيان اللي أصدرته وزارة التكنولوجيا الاتصالات منذ أيام قليلة تحذر فيه معناتها المواطنين من هذه الصفحات وتدعوهم إلى الانتباه إلى ما تقوم به وتعول على وعي المواطنين. معناتها أنا حسب رأيي مش من دور وزارة التكنولوجيا الاتصالات والوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية انه تحكينا على حاجه احنا نعرفوها وانه تحكينا على حاجات احنا كنا السباقين في الحديث عليها مرارا وتكرارا قبل حتى 25 جويليا معناتها ونحن عرضه للتشويه من قبل هذه الصفحات لاننا ديما نحكيوا عليها مش من دورها هذه وزاره التكنولوجيا والاتصال من المفروض من دورها ودور الوكاله الفنيه للسلامه المعلوماتيه انها في الادنى تحجب هذه الصفحات لانه ما تقوم به خطير وخطير جدا يدخل في خانه المس من الامن القومي بطبيعه الحال لو كتشوف معناتها الاشاعات تطال رموز الدوله هاتك اعراض مؤسسات سيادية في البلاد كما الأمن وكما الجيش الوطني وما تقوم به هذه الصفحات هو عين الإرهاب معناتها خلينا نكونوا متفقين ولكن للأسف وزارة تكنولوجيا الاتصال لا تحرك ساكنا إن كان هذا عجزا فهي كارثة وإن كان تواطؤا فهي كارثة مضاعفة بطبيعة الحال
كذلك في نفس هذا الإطار أعتقد أنه أيضا وزارة الخارجية وسيد وزير الخارجية أيضا مقصر في واجبات وفي أداء مهامه، لأنه كل هذه الصفحات تدار من تركيا بالأساس بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى. علاش ما فعلناش الدبلوماسية؟ علاش ما توصلناش مع هذه الدول لتعقب من يقف وراء هذه الصفحات؟ الحقيقة على مستوى وزارة التكنولوجيا الاتصالات والوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية كما على مستوى وزارة الخارجية هناك تقصير كبير في الأدنى، باش ما نقولوش حاجه اخرى، باش ما نقولوش تواتر، باش ما نقولوش تواتر. لانه ونزيدك معلومه سي محمد الخميسي، انا نعرف انه في بعض هذه الصفحات اللي راهو تقترف في جرائم يوميه في حق الدوله التونسيه، رموزها رئيس الدوله، عائلته، صحفيين، اعلاميين، قضاة، محامين، مؤسسات سياديه في البلاد كما الامن كما الجيش، فما إنابات قضائية قاضية بحجب هذه الصفحات. نورمالمون إنابات القضائية تمشي للأمن، والأمن بطبيعة الحال يوجهها إلى الجهات المختصة. فاعتقاد هذه الجهات المختصة ما تنجم تكون كان وزارة تكنولوجيا الاتصال والوكالة الفنية للسلامة المعلوماتية، ولكن لليوم لم يتم حجب هذه الصفحات. واضح. معناتها نقطة استفهام طرحتها قبل وهاني نزيد نطرحها اليوم. وإن شاء الله الدولة على طريق مؤسسات اللي كنت نحكي عليها هذه تتحرك، لأنه راه مش معقول باقي سي. رياض جراد في أقل من 24 ساعة في نفس الكرسي هذا كان ذي في البارح عماد بن حليمة، وهو المحامي لبعض الأسماء اللي موجودة في قضية أنستالينجو. قال أنستالينجو ما هيش قضية تأمر على أمن الدولة، ما تدخلش في الخانة هذه حسب عماد بن حليمة. يقول اثنين أنه نفس الصفحات هذه كانت في يوم الأيام تخدم القيس سعيد، يعني هي بيدها نفس الصفحات خدمت قيس سعيد في الدور الثاني. وثلاثة يقول انه هذه ردة فعل من رئيس الجمهورية قيس سعيد، لانه المعارضين يعتبروه انقلاب، فهو حاول يوري انه في الصفحات هذه تخدم فقط لضرب الدولة والمس من سلامة الامن القومي. سي محمد الخميسي، صفحات شركة أنستالينجو، هذا الوفاق الاجرامي، انت كنت ضحية من ضحايا، انا نعرفها ونقولها على المباشر تاع العباد، انت كنت ضحيه من ضحاياه. صحيح. علاش؟ وفما قضيه في الغرض ها فوالا. وبرشا ناس، عشرات الناس معناتها شاكيه بالعصابه هذه بهذا الوفاق الاجرامي. خلينا نتفق على مستوى المحتوى والمضامين التي تقدمها هذه الصفحات التابعه لأنستالينجو. القاسم المشترك بيناتها شنو؟ تمجيد وتبييض الخوانجي وشتم وسب وتشويه كل خصوم الخوانجي. كل خصوم الخوانجي بدون استثناء. شنو معناتها هذا؟ وراو اللي وماهوش معناتها تشويه عادي راو، ولا ربما مغالطات ولا اخبار زائفه، راهو المحتوى ومضامين هذه الصفحات على درجه كبيره وكبيره جدا من الخطوره. عندما نتحدث على مؤسسات سيادية في البلاد مؤتمنة على أمننا وعلى أماننا وعلى استقرار البلاد هذه كما الجيش الوطني وكما وزارة الداخلية ورموز الدولة وشخصيات معناتها مهمة في البلاد هذه، جرائم يومية تقترف في حقهم وبالتالي في حق الدولة التونسية. واضح. والمتورطين فيها هيك تشوف معناتها أمنيين، مدونين، صحفيين، معناتها ما ينجمش يكون الشيء هذا عادي. واضح. هذا مثير للجدل بصراحة. كانت تقول لي لليوم في أكثر من مرة نوجه الدعوة وأنه مازال ما فماش تحرك في هذا الاتجاه لغلق الصفحات ولا حجبها. تعدى معك النقطة اللي بعد هذه رياض جراد، الشقيق الرئيس يسعى لتكريس المد الشيعي في تونس. عرضتك الجملة هذه؟ هي عرضتني بطبيعة الحال، هذه تقريبا في الندوة الصحفية حاتم اليحيوي عن حركة 25 جويلية. بالضبط، عملوا ندوة صحفية وكان الشخص اللي ذكرته كان حاضر معايا في حاتم اليحيوي في قناة التاسعة في برنامج رونديفو نوف، وحكي على نفس تنتمي نفس الحراك ولا حراك 25 جويلية؟ انا ما ننتمي حتى حزب وما ننتمي حتى حراك وما ننتمي حتى تنظيم. به هذا مش الحراك يعني في من مفهوم العنوان، كان ناخذ الاسم مثلا حراك 25 جويلية، مسار 25 جويلية، قرارات الرئيس 25 جويلية، من مساندي وأنصار الرئيس حاتم الحيوي. بربي إذا هذا المساند أي؟ هذا المساند بين ذفرين قال ما لم يقله مالك في الخمر توا بنص التصريحات متاعه،
في رئيس الجمهورية وفي عائلته. مال المعارضة اش تعمل؟ سؤال سؤال معناته نخلي الإجابة للسادة المستمعين. هو من أمثال ولا شكون يقول لي خادم لحيوي؟ شوف سي محمد، أعطيني حالة مباشرة 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 بعد 25 جويلية 2021 فما مراكز نفوذ سياسي ومراكز نفوذ مالي عملت على صناعة عدد من الأطراف السياسية وعدد من الشخصيات السياسية وبرمجتها على فترة معينة، فأطلقتهم يصدروا في البيانات المساندة ويعملوا في الندوات الصحفية المساندة ويحضروا في المنابر الإعلامية ويساندوا في رئيس الجمهورية لفترة معينة حددتها مراكز النفوذ هذه، باش من بعد في فترة متقدمة يقرروها هما يقلبوهم على الرئيس، باش أي مواطن من بعد ربما ما هوش متابع لأدق تفاصيل الحياة السياسية يستغرب ويطرح سؤال في اعتقادي أنا مشروع يقول كام حتى أنصار الرئيس ومسانديه داروا عليه داروا عليه. وبالتالي هذه خطة اتصالية شيطانية أنا شخصيا أعلم جيدا من يقف وراءها. هاوك لخصتها لك، هي مراكز نفوذ سياسي ومالي يعرفوه متوين سيقول يعرفوه تونس خارج تونس اللوبينج الناس ما فيه البرة منين مراكز والله نفوذ. انا شخصيا طالبت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي. انا لا احل محل النيابة العمومية، ولكن حسب رأيي بناء على خطورة هذه التصريحات طلبت النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي في هؤلاء وفي تصريحاتهم، وتول الأبحاث توصلنا الحقيقة. أنا من دعاة كشف الحقيقة لو في كل الملفات، لأن التصريحات هذه خطيرة، لأنه كي يخرج شخص يحكي على أنهم على تواصل كتابي وبالهاتف مع مستشاري رئيس الجمهورية، نسألوه شكونهم مستشاري رئيس الجمهورية، ما يسمي لك حتى اسم، يقول لك احنا على تواصل مع رئيس الجمهورية، وقتاش كيفاش ما يعطيكش حتى صرف من عدل. ان بعد يخرجوا يقولوا راهو شقيق رئيس الجمهورية اللي هو الاستاذ نوفل سعيد راهو عايش في قصر قرطاج. يا حبيبي اخي انتم ما عندكم وكالة استخبارات وحدكم، احنا في بالناش. ويزيد الشيء اللي يهبلك يقول لك اسمع راهو هذا كل شيء بالمؤيدات والوثائق، دونك خلي يتحل بحث تحقيقي وخلي يجيبوا هالمؤيدات والوثائق. بربي في نقطة أخرى زيدة تعرضت لها أنت من الأول سي الخميس، نفس الجماعة ذوما يقولوا اللي شقيق رئيس الجمهورية شيعي ويعمل على تكريس المد الشيعي في تونس. أي توا الجماعة ذوما يقولوا على الأستاذ نوفل سعيد شيعي، وعبير موسي تقول على الأستاذ نوفل سعيد إخوانجي، وراو الإخوانجية سنة وجماعة، والأخرين يقولوا شيعة. حاول تفهم الدوخ معناتها. حجم الهبل والخبل في البلاد هذه أصبح لا يطاق، معناتها بالحق في البلاد هذه ولا اللي حك راس يقول اللي يجي. كيما انت سي رياض الجرات تقول عبير موسي تتطابق مع جبهة الخلاص والإخوانجية على حد قولي. أنا نحكي وقائع ونحكي معطيات ونحكي معلومات ونحكي معلومات من المصادر الخاصة. يا رياض الجرات كي تقول عبير موسي تتطابق مع الإخوانجية وجبهة الخلاص اللي هو معروف العدو الأزلي نتاعها حركة النهضة مثلا ولا الإسلام السياسي ولا الإخوانجية كما تسميهم انت، كي تقول تتطابق هي وزادة هي عندها الحق تقول الكلام كيما انت. أنا عندي علاش قلت الكلام هذا، علاش قلت علاش في الندوة الصحفية الأخيرة لعبير موسي باسم حزبها وجهت رسالة إلى صندوق النقد الدولي في علاقة باتفاق تونس مع هذا الصندوق لفامي لفامي، تطالبه بعدم الإمضاء مع تونس. هذا نفس الموقف عبير موسى طلبت صندوق النقد الدولي ما يمضيش مع تونس. هذا هو تقريبا مضمون الرسالة اللي توجهت بها صندوق النقد الدولي. نفس هذا الموقف شفناه مباشرة بعد الاستفتاء، بعد استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور على لسان قيادات جبهة الخلاص، كذلك في ندوة صحفية يطالبوا زادة صندوق النقد الدولي بعدم الإمضاء مع تونس. أليس في هذا تطابق في المواقف وتطابق على مستوى أساليب معارضة عبير كما الإخوانجية وجبهة الخلاص تماما
في معارضتهم لقيس سعيد. هي نفس الأساليب، هي نفس المواقف. كي تلقى اليوم مثلا جهة سياسية ولا المعارضة في تونس تقول لك ما نمذيوش مع صندوق النقد الدولي ولا أدعو صندوق النقد الدولي ما يمذيش لتونس، هذا في أي خانة يعتبروا رياض جراد المعارضة باسم حماية المسار، حماية المواطنين، حماية الدولة، ولا في خانة أي حاجة باش نضر رئيس الجمهورية ونطيح بالحكومة ورئيس الجمهورية وغيره في بما فيه سياسة تجويع الشعب وكله؟ يعني هذا نحطه في خانة الاستقواب الأجنبي وفي خانة المساعي المحمومة التي تقودها هذه الأطراف المحمومة، أي المساعي المحمومة التي تقودها هذه الأطراف والرامية إلى تجويع الشعب التونسي، علهم بتجويع الشعب التونسي يعودون إلى الحكم. وهذا أيضا يتقاطع مع الأزمات المفتعلة، أزمات المفتعلة اللي نشوفوها في كل مرة في البلاد. مثلا معناتها قبيلة مثلاً. قبيلة المسيرات متاع 15 أكتوبر شفتوا معناتها لعاد فما سكر في البلاد، لعاد فما زيت، شفتوا أزمة الوقود، شفتوا الأزمة في الدوام، وما زلنا باش نشوفوا برشا أزمات. بشرك بالخير. ليه ما زلنا؟ خاطر للأسف فما عصابات إجرامية في البلاد. وراو كي نحكي أنا صحيح راو الوضعية الاقتصادية والمالية في البلاد صعيبة وفما أزمات حقيقية، ولكن زيادة فما برشا أزمات مفتعلة. ربما كيف احنا نقولوا الكلام هذا سي محمد يصرخ في وجوهنا البعض يقولوا لنا وديما نظرية المؤامرة وترجعونا نظرية المؤامرة، لكن انا نحب نقول لك اللي راهو تبخيص وتتفيه وتمييع وترذيل نظرية المؤامرة هو في جزء كبير منه ركن من أركان المؤامرة التي يقودها هؤلاء ضد تونس وضد الشعب التونسي. زاد استبليه والاستخفاف بذكاء التونس وكل انه في كل مره نطلع نقول لهم راه هذوما محتكرين ومهربين وكل، وما نقول لهمش الحقيقه، وما فما حتى جهه رسميه تطلع اليوم تحكي على الوضع الاقتصادي اللي تعدى به البلاد، وكي نقولوا المشاكل اللي قاعدين نطرحوا فيها مثلا انت حكيت على ليسونس وحكيت على غيره نحكيوا حقائق ولا معطيات غالطه على التونس، هذا زاد في خانه يمس من مصداقيه الحكومه ويمس من مصداقيه رئيس الجمهوريه تجاه شعبه وغيره. رياض جراد من هذا لا رئيس اليوم الجمهوريه اليوم ماهيش مساله احتكار برك اللي نعيشوا فيه هذا. هاني حكيت انا حكيت على الازمات الحقيقيه والتي نقر بها جميعا، وحكيت ايضا على الازمات المفتعله. ولا رئيس الجمهوريه شكون يقر بها؟ لا رئيس الجمهوريه ولا الحكومه ولا انا ولا اي واحد ولا اي فرد من افراد الشعب التونسي لا يقر اليوم ولا يعترف اليوم بوجود أزمة مالية واقتصادية حادة في البلاد. وكان ما جاتش فما أزمة سي محمد رانا ما مشيناش لصندوق النقد الدولي اللي إن شاء الله باش يمنع على الأقل الانهيار الاقتصادي في تونس على أمل اتفاقات ربما مع جهات مانحة أخرى ومع بعض الدول الشقيقة والصديق. لكن نحب زاد نذكر اللي راهو الأزمة الاقتصادية والمالية هذه ليست بوليدة المرحلة أي بعد 25 جويلية 2021 كما يحاول البعض تصوير ذلك إلى الشعب التونسي. راهو 10 سنين من الدمار والتخريب الممنهج للاقتصاد الوطني التونسي وفي كل الميادين وفي كل القطاعات ما ينجم كان يوصلنا للوضع اللي فيه نحن توا. الإخوانجية والمتحالفين معهم على مر العشرية السوداء بخياراتهم بسياساتهم وصلوا الدولة على حافة الإفلاس. واضح من 19 لليوم رئيس الجمهورية يعمل اللي لازم يتعمله لكن ينجم يكون أحسن الوضع. شوف رئيس الجمهورية ما يحسب له وسيسجل له ذلك التاريخ بأحرف من ذهب أنه خلص تونس من تحالف الإرهاب والفساد، أنه خلص تونس من حكم الإخوان المجرمين ليلة 25 جويلية 2021 دون أن تسيل قطرة دم واحدة. اليوم برشا ناس في كل دول العالم اللي عانيت من هذا السرطان الإخواني ما خرجوا كان بالدم إلا في تونس برشا ناس، وهذا يحسب لرئيس الجمهورية. استبشرنا خير في 25 جويلية مازال ما طلعش علينا صباح 26 جويلية، تقريبا نحكيه على عامين ولا عام ونص تو من جويلية. معناتها هل تعتقد أنت أنه خراب ودمار متاع عشرية كاملة أو حتى أكثر يمكن نصلحوه احنا في عام؟ هذا غير منطقي راوسي محمد، معناتها
ولكن هناك مساعي، هناك محاولات من قبل السيد رئيس الجمهورية ومن قبل حكومة السيدة نجلاء بودن، أولا لمنع الانهيار الاقتصادي في تونس ولإيجاد حلول تنجم تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية، وتنجم تفتح إن شاء الله أفاق للتوانسة. عام وثلاثة شهور تقريبا عنا على جويلة به. في حديثك على عبير موسي في رونديفو 9 قلت بن علي، واستشهدت بالرئيس الأسبق بن علي، قلت يعتبر كل من يستقوي بالأجنبي فهو عميل وأكتفي بهذا القدر. هذا مسجل صوت وصورة موجود عندنا، هذا مسجل صوت وصورة في كلمة منشورة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الله يرحمه، هو توا في دار الحق وإحنا في دار الباطل، يعتبر أن كل من يستقوي على وطنه بأي جهة أجنبية بأي جهة خارجية مهما كانت هذه الجهة، عميل. سفارة، دولة، بيه؟ منظمة دولية، هيئة دولية، هو عميل بالنسبة لبن علي. وعابير موسي تعتبر نفسها وريثة المئة عام كما تحكي، هي وريثة الحزب الدستوري، وريثة التجمع الدستوري الديمقراطي. أنا بطبيعة الحال أنا حطيتها في خانة الاستقوى بالأجنبي، فهي حسب الريزان ممتعك في خانة العاملة زاد بن علي نجم يجاوبها. لا ربي يرحمه ويمشي، ربي يرحمه. هاوك التسجيل متاعه منشور، هاوك التسجيل متاعه منشور بالصوت والصورة. بن علي هاني حتيت كان الحالات اللي يعتبر فيهم بن علي كل من يستقوي على وطنه بهذه الجهات الأجنبية فهو عميل. واضح نقطة الستر معناتها. ولا أعتقد بالمناسبة، أنا واحد من الناس محمد الخميسي في عائلتي الموسعة على الأقل عندي برشة ساترة وبرشة تجمعين وتحملوا حتى مسؤوليات، ولا يعتبرون أن مواقف عبير موسي تمثلهم، ما تمثلش العائلة الدستورية بطبيعة الحال. قطعا لا تمثل كل الدساترة وكل التجمعيين اللي فيهم برشة وطنيين وفيهم برشة شرفاء في البلاد. مواقف كما هكا ما تعاتفتش حتى إنسانيا كريتها، لتضمنت لتعاتفت حتى إنسانيا. شنو وصار لها هي باش نتضمن؟ اضراب جوع ودخلت في حالة صحية صعيبة وكله حد شيء. هي عملت اضراب جوع بمحض ارادتها. هي ثم الحاله الصحيه بعد الاضراب جوع، وبعد الاضراب جوع دخلت للسبيطار، خرجت شفناها حتى واحده وكرومتها معنوزه، ربي يشفيها. كرومتها معنوزه، اي ربي يشفيها، اش باش نعمل لها؟ دخلت في اضراب جوع بمحض ارادتها، واضح، ودخلت للسبيطار ما تعتفتش وخرجت شفناها كرومتها معنوزه وندرا شنو. اخويا ربي يشفيها، ربي يشفيها. اي برافو عليك. ما أنا ما شفتش حتى اعتداء صار عليها الحقيقة، فما حتى اعتداء. مش هذا اللي تقال على كل، ليه تحكي اللي تحب بطبيعة الحال. اي مش هذا اللي، اما أنا ما شفت حتى حاجة تأكد انه تم الاعتداء عليها ولا على غيرها. وشفت انت نهار 15 اكتوبر جبهة الخلاص في مسيرة في شارع بورقيبة، وعبير موسي مهبطة مسيرة في الباساج وتحت الحماية الأمنية، والأمن يحمي فيهم، واخذوا معناته عملوا الخطب العصمي امتاحهم، وسبوا الدولة وسبوا رئيس الجمهورية وسبوا الحكومة، وعادوا إلى بيوتهم فرحين مسرورين. من تعرض لهم اليوم؟ شوف سي محمد الخميسي، نشخوا في محمد الناس للشارع، ليه شوفنا حجمهم معناته زوز ريت المعارضات. المعارضات اللي هبطت نهار 15 اكتوبر بتمي طميمها ما حشدوش أكثر من 2500 زوز مسيرات. أرقام رسمية، هذه أرقام رسمية، ما حشدوش أكثر من 2500 مواطن ومواطنة توينس. واضح. قبل ما نتعدى الفقرة الشخصية رياض الجرات، شنو رأيك فيديو؟ أسمعوا معايا واعطيني رأيك. أرجل مني أم وأشرف من أمي، والله العظيم لن تكون هناك عدالة انتقالية، لن تكون هناك بوسخوك أو في بالهم، واللي يحبوا يعملوه. ما تنجمش تحكم تونس بالله وعبيد البريكي ورياض الجرات، مستحيل. تونس تحكم بالمؤسسات بالانتخابات الديمقراطية بدستور 2014، دستور الشعب مش الشريقة اللي عملها اللي مش بشي يعترف بها الشعب التونسي، والله كيحطنا كل في الحبس، والله العظيم نهايته هو بشكون في الحبس اللي قادم. أرجل مني لن تكون هناك بوسخوك. الأستاذ سيف الدين مخلوف مش برياض الجراد باش تحكم تونس، تونس تحكم بالمؤسسات بدستور 2014، هاك سمعت البيق، مش باش نعود لك. ربي يشفيه، مهلوس هذا، مازال مهلوس برياض الجراد، ربي يشفي. مريض برياض الجراد، مريض بين فيه مريض، معناتها هو هابط هذيك، ظهر لي في مسيرة 15 اكتوبر وصحافي يسأل فيه، معناتها من بين الأسماء استحضر رياض الجراد، مريض، ربي يشفي، ربي يشفي، أتمنى له الشفاء العاجل. إجابة تمنيتها من رياض الجراد، إجابة تمنيتها تكون أرقى من هكا رياض الجراد، معناها بالعكس إجابتي راقية جدا،
وارقى منهم هذوما الكل اللي شوفيهم اللي جابت الخلاص والاخوانجيه وهو وجماعته. اجابتي ارقى برشا لانه كنت نجم نقول كلام نائب سابق اكبر من هكا. نائب سابق اي نائب مجمد في برلمان منحل وملاحق قضائين في برشا ملفات. راه هو تو اللي باقي يتحاسب راه مش انا. انا هك انظف من البريمة فيهم كله على بعضه. نتعدى تسويت الفقرة الشخصية معك رياض جرات. La vie en rose. La vie en rose. رياض جرات في حوار تلفزي قبل حوار تلفزي معناه انت ضيف وانت مش ياسر تظهر في كضيف في الحوارات التلفزية. حكيت على جمعيتك اللي هي ترجي رياضي. مازلت اليوم مستعد تقول اللي انت محب للترجي ولا بعد اللي قلته الكلام هذاك وبعض ردود الافعال قلت ما عادش باش نقول جمعيتي؟ ليه يا خويا اسمعني سي محمد الخميس راهو التوانسة فدوا من اللغة الخشبية راه لغة ولا نحب كان المنتخب الوطني وما عنديش جمعيات ليه انا نحب بطبيعة الحال المنتخب الوطني كيف كل التوانسة وجمعيتي هي الترجي الرياضي التونسي واحنا الترجي وبكل فخر. لو احنا الترجي وبكل فخر مع احترام كل الفرق الاخرى طبعا وبالكوره بالغوره باللي يحبوهما احنا الترجي بالكوره بالغوره باللي يحبوهما احنا الترجي. واضح. نقطه اخرى حكيت تحيه لكل جماهير الترجي الرياضي التونسي وكل اللي يحبني كل اللي ما يحبنيش فيهم مش مشكل خاطر على مواقف السياسيه نجم يكون فما ما يحبنيش فيهم عادي يا ما تلمنا الترجي بعد تلمنا الترجي به نتعدى. النقطة الثانية اللي حكيت عليها في البرنامج هذاك هو قصة الحب لعائشة رياض جرات. مازالت اليوم تطورت العلاقة كبرت مد وجزر بين مد وجزر. السياسة مع الحب تعب ولا ليه؟ تعب برشا بطبيعة الحال. تعب برشا. والطرف الثاني يقبل هذه الضغوطات اللي تعيشها وتقبل ولا تحاول تتفهم؟ تحاول تتأقلم مع الوضعية وكاو. هي زادة من النشطاء في الحياة السياسية ولا بعيد؟ لا بعيد. رياضية المعلومة اللي عندي يعني. ليه ما على المستوى الفكري معناتها. اي اما رياضية. عندي المعلومة. اي رياضية. نجمة من نجمات تونس من الأسامي المعروفة. ليه مش لك الدرجة ليه؟ مش لك الدرجة. ربما هذا تقديرك. مش لك الدرجة. ليه يتفاجئوا الناس كان يعرفوا الاسم. احضر محضر خير يا محمد. نتعدى. بيه باش قبل ما ناخذ فاصل الفقره هذه رياض جراد يقولوا لي الفريق اسالوا على عائلته الام وابوه خايفين عليه اليوم من الضغط على الحياه السياسيه ولا بتبيعه الحقيقه. عائلتي امي وبابا اخواتي عائلتي المصغره الموسعه بطبيعه الحال معناتها يخافوا خاصة كيف يشوفوا معناتها على صفحات الفيسبوك حجم التشويه حجم الإشاعات الأكاذيب المغالطات حجم التهديدات في بعض الأحيان بطبيعة الحال معناتها ما ينجموا كان يخافوا. أنا ديما نحاول بطبيعة الحال نطمنهم. أنا ما يجيني النوم ونرقد في الليل إنما لما نكلم الوالدة والوالد وربي بقي الستر خويا وربي بقي الستر طبعا والحامي ربي ديما. كما فما الترهيب فما الترغيب رياض. احكي لنا زادها شويه العروض الاخرى خاطر نسمع عليك في برشا اخبار ما شاء الله. نسمع في تاخذ في اكثر من شهريه من اكثر من جهه اكثر من سفاره تعطي فيك في شهريه اكثر من دوله تحب رياض جراد ويقولوا حتى فما شكون عرض عليك فلوس باش في يوم الايام تعطي موقف ولا راي صار. ابدالي بالسفارات عندي حتى عليق انا بحط سفاره خويا تينا نحكي تينا نعتبر اللي يتعامل مع السفارات ويعتبر مع اي جهه اجنبيه مهما كانت انا نعتبره عميل. تحبني انا معناتها مثل الذي ينهى عن المنكر وياتي بمثله. ما عندي حتى عليق انا حتى عليق بحتى سفاره وما عندي حتى عليق بحتى دوله وما عندي حتى عليق بحتى لوبي وبحتى حزب وبحتى اللي تحب انت. انا شاب مستقل خويا في افكاري نعبر على قناعاتي كما نحب. شاب مستقل بربي كلمة شاب تعودت برشا مرات اليوم عنوان بالبند العريض شنو حتى هذه باش نحاها محمد شاب لا شاب مال شنو النجم نكون شاب اما باش نعطيك شاب ترى اليوم عنوان بالبند العريض في جريدة الصحافة اليوم 65% من التونسيين لديهم نية الهجرة الهجرة السرية تسونامي اجتماعي الحرقة سي رياض جراد والهجرة بكل أنواعها. ها
هل رياض جراد من 65% من التونسيه هذم؟ قطعا لا. تخممش تخرج من تونس؟ انا ما عنديش باسبور، انا ريت حتى بالطرق الشرعيه مش بالحرق، انا ما نخممش في الهجر، انا باسبور ما عنديش. ما تخممش تخرج من تونس في اي حاله من الحالات؟ نخرج من تونس في اي حاله من الحالات. ها هنا قاعدون خويا، مسكين ببلادنا، متمسكين بالدفاع على بلادنا، والبلاد راه ماهيش نزل، معناتها وقت اللي تسوء الخدمه نغادروه سي محمد الخميس، بالعكس نقفوا مع بلادنا في الوضعيات الصعيبه. مش في تو يقولوا لي مش في وضعيه الرفاه، قولوا لي بعد فتره قيس سعيد يخمم يخرج من تونس ولا علاش نخرج من تونس؟ لا ساده، ها هذا سؤال تاع التونسي تبعو قبل فيه. قبل رئيس الجمهوريه قيس سعيد وبعد رئيس الجمهوريه قيس سعيد، هذه بلادنا، علاش انا نخرجوا؟ سامحني، سرقنا، اختفنا، ارتكبنا جرائم، ارهابيين، علاش انا نخرجوا؟ بالنسبه للمجرم والارهابيين الفارين من العداله، هاو كفهم صحيح اللي هرب، فهمتني؟ ما احنا معنيش خويا فكره الهجره، ما نخممش فيها، ما عندنا منيش ناخذوا فصل صغير يا الجرائم. اما بربي بربي بالحق، خاطر ربما توا هذه زادت تتحط في خانه اللغه الخشبيه، شباب تونس راهو مانيش باش نقول لهم راهي الوضعيه باهيه الاقتصاديه والاجتماعيه وراهو فما تشغيل وراهو كذا، لا الوضع صعيب وصعيب برشا، والبطاله والفقر والتهميش هذا الكل معناتها معروف ونعيشوه ونعرفوه، ولكن زاد تمسكوا ببلادكم، راهي اوروبا لم تعد ذلك الجنه الموعوده كما ربما عرفتوها ولا حكاو لكم عليها في الثمانينات والتسعينات، اليوم راهي اوروبا تعيش الجحيم، معناتها هي بيدها تعاني، هي بيدها تعاني. الدولة قصرت في تعاملها مع قضية جرجيس؟ والله الدولة التونسية في بعض المستويات خاصة المحلية والجهوية قصرت، ولكن رويدا رويدا في اعتقادي مع تقدم الأبحاث، لأنه توفم أبحاث قضائية في تلك الفاجعة، وربي يرحم اللي ماتوا وربي صبر عائلاتهم، ربما ستكتشفون سي محمد الخميسي أنه بالنسبة لوضعية جرجيس ما هيش مجرد حرقة عادية كتلك التي متعارف عليها ونعرفوها وخبرناها منذ عقود ومنذ سنوات، وإنما ربما باش نتصدموا بهول حاجة أخرى مختلفة تماما، حاجة مفجعة ومرعبة. يعني فما معطيات يمكن باش تصدم التونسي كي يعرفوا شنو صار في الحرقة جرجيس. موجودة منذ سنوات ومنذ عقود، لكن هذا تاع جرجيس لكن ظهر لي اليوم، ولينا نحكيه حتى على التجار ببشر والتجار بالأعضاء، عصابات التجار بالبشر. نعم صادم هذا، وهي وهك تشوف انت وزارة، لا مش صادم، هك تشوف وزارة الداخلية تفكك حتى في البعض من هذه الشبكات. واضح. ناخذ فصل صغير ثم نرجع نكملوا حوارنا معك رياض جراد، خليكم معنا راجعين. الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا، رجعنا لكم الجزء الاخير في حوارنا لليوم مع ضيفي الكرونيكور والمحلل السياسي رياض جراد. توت سويت اليرت روش. اليرت روش. رياض جراد، انت نجحت في اختراق وزارة الداخلية في يوم من الايام، الجملة هذه لشكون ينجم يقولها رياض جراد؟ لراشد الغنوشي بطبيعة الحال وحركة النهضة، ولكن أضيف أنه اليوم والحمد لله بعد 25 جويلية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تستعيد عافيتها شيئا فشيئا. باي النقطة اللي بعد ما جاوبتنيش رياض جراد على الترغيب، كي قلت لك فما الترهيب وكي من شيرة يخوفوك وفما الترغيب، ما جاوبتنيش. الترغيب موجود الخميسي، عرضت عليك مبالغ، تتعرض وانت اكثر واحد خاصه في المجال هذا تعرف اللي هذا معمول به وموجود، معناتها محمد هذا موجود ومبالغ قد تكون خياليه معناتها في بعض الاحيان. نجم تقول لي بصراحه قديش يراوحون فما جهات معينه تراوح بين التهديد والترغيب، الترغيب بطبيعه الحال اللي يحاولوا ان يكون عبر وسطاء، ولكن احنا على العهد باقون سي محمد الخميس. نجم تقول لي قديش اكثر مبلغ تطرح عليك؟ 200 مليون. في المقابل شو مطلوب منك؟ لا علينا،
200 مليون مقابل شنو رياض الجراد؟ لا علينا. لا تعدينا واحدة سيء. لا علينا. تعدى قلناه. زلت. حتى يدي عديه. لا ما نجمش. لا حتى يدي عديه. 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 ما تنجمش تقول. تخاف من الجهة. ليه نتحف. ما نخافش أنا يا محمد. شنو اللي منعك؟ أنا ما نخافش. شنو اللي منعك؟ ليه نتحفظ. تخاف باش تقول. خايف من الجهة. خويا تو معناتها تحب تزني بالسيف. ليه مش حكايه خوف ما كهو انا اعطيتك البيه الفايده باش تقول حاجه كان مطلوب لعلي حاجه باش ايه بطبيعه الحال للتعبير عن موقف للتعبير عن موقف بطبيعه الحال للتعبير عن موقف انا سهلت عليك 200 مليون للتعبير عن موقف. للتعبير عن موقف معين موقف ينجم ياخذ معاك دقيقتين ذهل تي هي المواقف شنو في دقيقتين تنجم تاخذ موقف دقيقتين 200 مليون انت ومبابي بنفس الدقائق ما شاء الله لست ابالغ في الوضعيه هذه انا حكيت لك انا حكيت لك على الجهات المراكز النفوذ المالي والسياسي اللي حاول يخترق واللي حاول يبرمج واللي حاول يصنع واللي حاول كذا دونك يراهنوا ديما على بعض الاسماء على بعض الاصوات يتم الاختيار ربما على بعض الاطراف على بعض الشخصيات ولكن احنا مانيش في الورد هذا بطبيعه الحال وعلى العهد باقون والى اخر رمقس محمد الخميس ولا نبيع ولا نشتري لست ابالغ مطلقا عندما اقول لكم انهم ما يدبرونه الخونه لبلادنا خطير جدا في وسط ديون امتاك تقول الجماعه هذوما مستعدين لحرق البلاد الاخضر واليابس للتشويش على القمه الفرنكوفونيه وابطال انتخابات 17 ديسمبر شكون رياض جراد هذوما اللي مصلحته اليوم القمه الفرنكوفونيه توخر تاجيل الانتخابات انت ضد تأجيل الانتخابات نعرف مواقفك وشفتك ما يخدمش الدولة تعتبره تأجيل الانتخابات التدوينة هذه سي محمد كانت في سياق متصل بعد الحديث معناته بعد ما كشفت وزارة الداخلية وبعد ما سميت أنا بالأسماء الوفاق الإجرامي الذي ينشط بين تونس وتركيا واللي مجبود فيه معاذ الغنوشي واللي توا محل أبحاث قضائية بطبيعة الحال كان في السياق ذاك بطبيعة الحال أنا حكيت على أنه رو في هذا الملف معناتها يتم أيضا الاشتغال على أسماء سياسية وازنة وعلى رجال عمايل بين ذفرين عمايل متورطين في هذا الملف أيضا ويسعوا بكل الطرق وبكل السبل إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد للتشويش بداية على القمة الفرنكوفونية والهدف الأسمى اليوم بالنسبة لهم مرحليا هو إبطال انتخابات 17 ديسمبر علاش؟ لأنه بانتخابات 17 ديسمبر سي محمد سكرنا الرزنامة سي ريت الرزنامة التي أعلن عليها سيد رئيس الجمهورية وكل المواعيد تمت في موعدها آخر مرحلة للخروج من الحالة الاستثنائية في اتجاه تركيز المؤسسات الدائمة تقريبا معناتها موعد 17 ديسمبر وبالتالي هما باش يعملوا كل ما في وسعهم بالطرق المشروعة والغير مشروعة على إبطال هذا الاستحقاق الانتخابي التشريعي في 17 ديسمبر ولكن مرة أخرى نقول لهم بأس ما دبرتم وبأس ما خططتم فما دولة في البلاد فما دولة قائمة فما رجال ونساء في البلاد هذه شرفاء لن يسمحوا بسقوط تونس كلفهم ذلك ما كلفهم واضح باش تترشح رياض جراد للانتخابات التشريعيه لا مانيش مترشح ومباشره بعد 25 جويلية 2021 كنت هنا تقريبا مع زينب وميمة علي العياري وقلت لي انا مانيش معني بحتى موقع مهما كان ماكش بترشح مانيش باش نترشح وكان تنوي ترشح تنجم تلم التزكيات شعبيتك تسمح لك تنلمهم في 24 ساعة أنا 400 تزكي به. ريت أنا من المنصورة بركة قرية في كسرة نلم 400 تزكي الحمد لله خويا شعبيتك أمي ديما فما دعوة يا محمد دعوة إن شاء الله مستجبة ربي يعطيك بالقبول تقول لي برا وليدي ربي يعطيك بالقبول ومحبة الرسول أمين يا رب الحمد لله على محبة الناس وعلى ثقتهم خويا بالترشح نحب نتعدى معاك الوضعيات أخيرا نكمل بهم حوارنا معاك اليوم رياض جراد التصور صغير باش نتصوروا مع بعضنا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيه باش نعطيك زوز اسامي وقل لي لشكون يصوت رياض جراد بما انك مواطن وناشط في الحياه السياسيه وكمواطن عندك مسؤوليه تجاه الوطن انك تساهم في الانتخابات الرئاسيه نبدا لك بزوز اسامي قراب لك لقلبك ألفة الحامدي عابر موسي
زوز لا ما تصوتش تصوتش علاش حتى واحدة متقنعك فيهم تونس تستحق مخير منهم الزوز حتى واحدة متقنعك حتى واحدة باه زوز الأسامي الثانيين يعجبوك نزار الشعري صافي سعيد كيف كيف حتى واحد زاد هذم ليه موقف نزار الشعري الأخير خاصة من المرأة التونسية من حراير تونس اللي يمس بمكتسباتهم التي تضمنتها مجالة الأحوال الشخصية نعتبره خطير ومش باهي في حق المرأة التونسية بالتالي مستحيل بالنسبة للآخر ولا شيء صافي سعيد ولا شيء صافي سعيد مش الآخر باحترام الأستاذ صافي مش عاوذ مش عاوذ سياسي حكاويتي كاتب وروائي و ربي صافي سعيد لا لا باحترام ربي عينه ربي عينه زوزة سامي ربي قوي سعد زوزة سامي الانبعات منصف المرزوقي وراجل الغنوشي وجهين لنفس العمر ومشغلهم واحد شكون مشغلهم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين تبنيهم الزوز لشكون تصوت منهم وبالنسبة للمرزوقي شد ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الصدفة ب7000 صوت وشوفناه شنو عمل اي لشكون تصوت دونك جربناه ليه ما نصوت حتى واحد هذم زادة ليه شبيني هبلت انا هذم ليه زادة بطبيعة الحال ليه الزوز الاخرانين بشي يقنعوك سيف الدين مخلوف لطفي المرايحي تعرف القسم المشترك بين سميتهم لي هذوما كل شنو انه الكلهم ابناء منظومة واحدة وانه الكلهم انتفضوا عليهم التوانسة في 25 جويلية 2021 من الاسامي اللي سميتهم لك هذم ألفة الحامدي عابر موسي نزار الشعري صافي سعيد منصف المرزوقي راجل غنوشي سيف الدين مخلوف ولطفي المرايحي شكون قادر انه يتفوق على رئيس الجمهورية قيس سعيد في الدور الثاني كي يلموا بعضهم الكل ما يتفوقوش عليه هذم الكل أصواتهم أنصارهم هذم الكل انتفض عليهم الشعب في 25 جويلية أنصارهم رياض جراد وين أنصارهم المعارضات بكلهم بيمينهم بيسارهم بتم تاميمهم هبطوا في 15 أكتوبر 2500 واحد وبالكيران وبالشوكوتوم وبالفلوس وباللي تحب انت انتهى انتهى القديم انتهى القديم انتهى رياض جراد شكرا على صراحتك سعيد جدا أنك كنت ضيف اليوم في الدوامة شكرا شكرا وبربي كلمة أخيرة تفضل اللي يحبني يرحم والديه واللي يكرهني ربي معاه يرحم والديه زيد ليه ربي معاه ربي معاه ربي معاه ربي معاه ربي معاه ربي معاه هكا وخليك هكا وخليك هكا مش ما نقولوش حاجه اخرى هكا نكونوا كملنا حوارنا مع ضيفي لليوم رياض جراد شكرا لكم مستمعينا شكرا للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تحيه الكامل للفريق العام العزة تويتي في الاخراج ايه بالغايب طارق حنيشي في الاعداد ايهاب وايمان اي اف ام تي في وصديقنا رؤوف الاحمر في الويب انا مبقى لي كنقول لكم نهاركم اسعد الايام تقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده مع ضيف جديد ويا مرحبا الدوام.